أسامة رمزي سيعمل مراوغة ممتازة والهدف الأول، الهدف الأول للجمعية الرياضية بالقبعة. حسام المزي على رقم 19 أمامنا على الصورة. الفنيات نتاع لاعبية القبعة تمكنوا من تسجيل هدف في فرصة ثانية والثانية. الهدف الثاني للجمعية الرياضية بالقبعة في أقل من 40 ثانية. إذا الهدف الثاني عملية كانت سريعة تاع حسام المزي أو عربي العياري. فرصة الثالث والهدف الثالث. كرة تدور مليح من اليمين لليسار تجي قدام حلمي زقيمي اللي يسجل الهدف الثالث. دي من اجل البلاي اوف فهمي البلدي مراوغه التمهيد والهدف الرابع. الهدف الرابع الامضاء عربي العياري. الهدف الرابع في 18 دقيقة لعب عبي باغت حلمي الزقيمي. هذه كرة والحارس وتتجاوز الخط النهائي فعلا. الخامس بإمضاء آدم العرجوني. تجاوزت الخط النهائي سو تركيز في العاجل. هذه فرصة ممتازة سيف الترابلسي على القائم. هدف أم لا؟ على ما يبدو هدف. يبدو أنها ارتتمت بالقائم اللي يشد الشبكة من داخل. فعلا هدف يحتسب الهدف. اذا هدف سادس بامضاء سيف. اذا كره حسام المزي صوب والهدف السابع باليساري باغت محمد السوسي. قويه كره حسام المزي. اذا الهدف السابع في دقيقه 23.